الحضير جاز في مدينة طنجة كان عندها طعم فريد من نوعه. يعني شفنا الحمد لله الجمهور الطنجاوي وجمهور ديال المدينة الشمال أو مدن الشمال عامة اللي جاونا من تطوان وأصيلة والعريش، شفناهم فرحانين، شفناهم متفاعلين، شفناهم متأثرين بهذا العمل اللي حقيقة عمل كبير. وكنشكرهم بزاف على كرم الضيافة ديالهم وعلى حسن الاستقبال ديالهم، وهذا ماشي من زعما هادو من العوايد الناس ديال طنجة. شوف الحاجة، أنا أؤمن بأن الحاجة اللي كتخرج من القلب تصل إلى القلب مباشرة. يعني احنا الحمد لله العمل يعني كان عمل خدمناه بحب، خدمناه بصبر، خدمناه بإبداع، خدمناه بتفاني، وأديناه بصدق ومحبه. دونك اوتوماتيكمون راه غادي الناس غادي يامنوا به وغادي يوصل لهم، يعني غيوصل لهم مباشره لقلوبهم. وهذا واضح على وجوه الناس اللي كانوا حاضرين، كنت كنشوفهم متاثرين بالاعمال اللي احنا قمنا بها. هذا شرف لنا وشرف للفرقه واللو ستاف كامل ديال الحضرجاز. لا فيوجن هي واحد العمليه ديال المزج، يعني الوان موسيقيه عده مع بعضها. احنا قمنا بمزج يعني الموسيقى الحضراء او موسيقى الوجد اللي كاينه متواجده عندنا في عساوه، في حماتشه، في الملحون، في بزاف ديال الالوان الموسيقيه او الالوان التراثيه، مزجناها بموسيقى الجاز اللي هي موسيقى عالميه، وماشي غير موسيقى الجاز، بعده الوان موسيقيه عالميه بحال يعني الفانك، بحال الريغي، بحال بزاف ديال الالوان. وهادو سي دي ستيل اللي فريمون معروفين وصعيب باش انك تخلطهم مع التراث، يعني ماشي سهل. هنا يعني كتبقى البراعه ديال الموزع والبراعه ديال الموسيقيين. الافكار حطيناهم مجموعين انا والصديق ديالي سي مهدي الزرق، وهو خدم بتفاني وخدمته هو بجهد كبير. وبطبيعه الحال ملي كيكونوا موسيقيين معاك كبارين ويعني ومحترفين، فبلا شك غيعطيونا واحد المنتوج اللي هو زوين وكبير. الحمد لله يعني راعينا الخصوصيه ديال كل الالوان، يعني اللون ديال الحضراء ولا اللون ديال التراث او العساوي ولا الحمد شي ولا الملحون، وراعينا الجانب ديال الموسيقى العالميه والتوزيعات العالميه، وهذا هو سر الحضرجاز. هذا هو المبتغى وهذا هو الهدف ديالنا. احنا الجوله ديالنا رمضانيه اليوم تسالت، ولكن هي بمثابه نقطه انطلاق الى جولات عالميه اللي ان شاء الله بحول الله غادي نخدموا فيهم على حوايج واحد اخرين. ودائما هذا في اطار الحضرجاز، يعني هذا لو كونسيبت الجديد اللي احنا مامنين به واللي احنا حبيناه وحبوا الجمهور. فبطبيعه الحال غادي يكونوا جولات داخل وخارج المغرب ان شاء الله. معكم مهدي الزراق، شيف دوركستر ديال الحضرجاز ولارونجور اي كومبوزيتور ديال الكونتوني ديال الحضرجاز كلها. اليوم الحمد لله دازت اون سواري اكسيبسيونيل في طنجه. الله يعطيكم الصحه ناس طنجه، ونهار كبير هذا، وتشرفت بهذا اللقاء مع الجمهور ديال طنجه الحبيبه. معكم عابر العابد، اللي فرحانه بزاف انني نكون حاضره في واحد السبيكتاكل كي اسي سبيسيال بور موا، حيتاش سي لو سبيسيال دو مروان حاجي لو كرون ارتيست لو كرون فخير، لانه ويا عشره قديمه، فدائما كنفرح انني نكون متواجده في السهره ديالو. وهاد السهره هادي بحال قلت لكم الي اسي سبيسيال لانها فيها اون فيزيون، وانا من عشاق ديال لا فيزيون، و جونكوراج سو بروجي حضرة جاز اللي فيه بزاف ديال لا ريشيس كوتي ميوزيكال، وفيه بزاف ديال الابداع، ومروان دائما متالق، وحنا فرحانين اننا نشجعوه في مدينه طنجه ونكونوا معاه، وان شاء الله باقي الخير امام. وهذا المزج ديال الحضاره بحال كنقولوا الاصاله والمعاصره فريمون رائع، وهذا الشيء عهدناه على مروان حاجي، فشكرا على الاستضافه ديالو حتى هو لنا وعلى هذه الاجواء الرائعه اللي دوزنا مع هذا الشيء هذا. انا جيت سعيد بالحضور ديالي لهذا الحفل وهذه الفلسفه، هذه فلسفه فنيه، فلسفه تراثيه، فلسفه موسيقيه. وهذا هو الفيزيون. الا قلنا الفيزيون ونحاولوا نهضوا بالتراث، بحال اللي شفنا تبارك الله سي مروان جاب معاه عساوه، جاب معاه الناس اللي كتعمل الحضره، جاب معاه الجاز، اي من كل فن طرف. وتبارك الله عليكم وتبارك الله عليه. معكم الفنان عمر الجيدي من مدينه طنجه. اليوم انا سعيد جدا بالتواجد ديالي في حضره جاز اللي هو واحد الكونسيبت اللي انترناسيونال، مشرفين عليه ناس فنانين كبار، موسيقيين، منتجين. كنبغي نوجه
الشكر الجزيل لسيدي المهدي بالخياط على الدعوه ديالو، وكنبغي نوجه كذلك الشكر للفنان صديقي وخويا مروان حجي على الدعوه ديالو، وكنبغي نقول لكم تبارك الله عليكم هذا العمل توب 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 انترناسيونال. بصراحه عشنا واحد الامسيه روحانيه، يعني انسان ما شاء الله عليه، وإلا أخذ واحد اللقب ديال السفير الموسيقى الروحيه فانه يعني يستحق ذلك. حنا اللي جيت نشوف مروان حجي ما كنتش تنعرفه، وتبارك الله استفدت بهذا الحلق عظيم. ثانيا عمري ما حسبني الجاز نقدروا نزامو بلو لو ميكسي بالحضره. انا الحضره حاجه كنحمق عليها، الملحون كنحمق عليه، ودوزت واحد ليله غزاله. زعما الحلم ديالي سيبت خياط من عرض عليا راه الى رياليزي نوافي لي. دونك اون اي لا اوجوردي هاد سيت سواري تبارك الله وصلى على النبي في هاد الصرح الزوين اللي فيه ان ميكس بين ما هو جاز، ما هو حضاري وما هو تقليدي. كونت اون اي باسوني سا دون سا. تبارك الله ما شاء الله على سي مروان حجي وتوت ليكيب سي مهدي بالخياطة اوسي، تبارك الله عليكم. انا فرحانة بزاف بالاخ والصديق مروان حجي، فنان بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. كنحييه وكنقول له مبروك، راه هذا العمل اللي عملوا ناجح بامتياز. كنبغي نقول الله يكمل عليه بالخير، وخير معمل انه جا ختم عندنا في مدينة طنجة. فرحانة له بزاف، كنقولوا الله يسهل لك الامور ان شاء الله يا ربي. واحد الصداقه كان جميل جدا. هذه شي حاجه ماشي غريبه على مروان، حيت تبارك الله اي حاجه كيعملها كيبدع فيها. Bah écoutez, nous avons vécu un super moment de spiritualité. Ce concept fusion jazz Hadra, il est vraiment unique. Et c'est vraiment, on a l'impression qu'on a voyagé, et surtout dans ce mois sacré de Ramadan, et qui nous rapproche entre nous. Et moi, je trouve que franchement, il est unique, il est à voir. Je recommande. Bravo à l'équipe. Bravo à Simedi Blkhiyat. Bravo, bien sûr, à notre lumière. سي مروان حجي توت ليكيب كون في دي زيفور. معكم خديجه بوعبيدي. كانت سهره خياليه، ما كناش كنتظروا ان تكون سهره في هذا المستوى. كنتمنوا النجاح والتوفيق للاستاذ مروان حجي والمجموعه ديالو. رمضان كريم، هذه الليله مبروك عند سيدي ربي، وكنشكر مهدي بور سيت ايفينمون مانيفيك كي سو ديغول ا طنجي. فوالا مروان تو الله يسهل عليه، وفرانشمون لو جروب توت ليكيب اي مانيفيك فريمون. برافو، ان كران برافو، ان كران برافو. شي حوايج شفناهم اليوم في طنجة بالنسبة للأستاذ مروان حجي، وهذه غير البداية إن شاء الله. وأني فيغ دو تو سا إن شاء الله. انا بيان سور التعريجه ديالي سي لو سيمبول. انا بالنسبه لي هذا هو الرمز ديال السبيكتاكل اللي شفنا اليوم. هنيئا يعني كنهني الاستاذ مروان حجي لانه راكم تجربه كبيره وشفناه اليوم. انا طبعا كنعرفو معرفتي به قديمه كفنانه، واللي ماشي مره ولا مرتين او ثلاث مرات اللي غنينا مع بعضيتنا سيغ سان، ولكن هذه المره تنقول له هنيئا لانك اشتغلتي على التراث من بابه الواسع.